رغم التحذيرات الدولية من تداعيات هجوم رفح، تصر إسرائيل على تنفيذه. وخلال زيارة له إلى رفح، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، مؤكداً أن العمليات ستتكثف في الأيام المقبلة. سيتم إرسال المزيد من القوات إلى رفح والعملية ستتكثف. ستستمر هذه العملية بقوات إضافية ستدخل المنطقة. لقد دمرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة وسيتم تدمير المزيد من الأنفاق قريبا، وحماس ليست منظمة قادرة على تجديد نفسها الآن. تصريح يتزامن مع ضربة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط رفح، أوقعت قتلى وجرحى. وتحت وطأة صوت الصواريخ ودوي المدافع، لم يجد المدنيون هناك خياراً سوى الفرار مجدداً. وأكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني في الأيام الأخيرة. ما أراه مأساوياً للغاية هو أن التوقعات بشأن عواقب عملية رفح أصبحت حقيقة. هناك نزوح جماعي بالفعل، أكثر من 600 ألف شخص اضطروا للنزوح خارج المدينة. أما وجهة النازحين وفق صور التقطتها أقمار اصطناعية، فكانت منطقة المواصي وغرب خان يونس ومحيط جامعة الأقصى، وهي مناطق يقول الجيش الإسرائيلي إنها هدأت نسبياً، لكن ذلك لا يعني أن الأوضاع هناك لن تتفجر في أي لحظة. كما أن خفوت ضجيج الرصاص ليس وحده المعضلة، فلا بنية تحتية تمهد للعيش هناك ولا إمدادات، فقط ركام وأنقاض خلفتهما المعارك الطاحنة. وأمام تلك الأوضاع الكارثية، دعت ألمانيا إلى توفير حماية أكثر للمدنيين في رفح، مشيرة إلى أن مئات الآلاف منهم ليس لديهم مأوى ولا وجهة آمنة يحتمون بها. دعوات يتوقع ألا تلقى آذانا إسرائيلية صاغية، تماما كسابقاتها. فتل أبيب ماضية في هجماتها على رفح، حتى مع معارضة حليفتها الولايات المتحدة للعملية.